يوم غفلة المسلمين وتفرقهم تمكن الصليبيون من احتلال القدس. حولوا مصر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام أولى القبلتين وثالث الحرمين مزاراً للشرك والصد عن ذكر الله. فأرسل الله مجدداً لهذا الدين فأبدل التناحر بين المسلمين إلى التلاحم، وحول هذا البنيان المهدوم إلى بنيان مرصوص. ففتح الله على يده القدس بعد أن كسر الصليب ودق أعناق الصليبيين في ملحمة هي الأشرس في التاريخ. في حلقة اليوم سوف نتحدث عن أشرس معركة في التاريخ الإسلامي، وهي معركة حطين التي دارت بين المسلمين والصليبيين والتي تم فيها استرجاع القدس الشريف. تابعوني. معركة حطين هي معركة فاصلة بين الصليبيين والمسلمين بقيادة صلاح الدين الأيوبي، وقعت في يوم السبت 25 ربيع الثاني 583 هجري الموافق للرابع يوليو 1187 ميلادي بالقرب من قرية المجاودة بين الناصرة وطبرية في فلسطين. انتصر فيها المسلمون ووضع فيها الصليبيون أنفسهم في وضع غير مريح استراتيجيا في داخل طوق من قوات صلاح الدين الأيوبي. أسفرت هذه المعركة على تحرير مملكة القدس وتحرير معظم الأراضي التي احتلها الصليبيون، وهيأت الأقدار لصلاح الدين الأيوبي في القرن السادس عشر أن يسطع سطوعا باهرا وأن تبرز مواهبه ومكانته على النحو الذي يثير الإعجاب والتقدير، وأن يتبوأ بأعماله العظيمة مكانا بارزا بين قادة العالم وصانعي التاريخ. وكانت وفاة نور الدين محمود سنة 569 هجري الموافق ل 1174 ميلادي نقطة تحول في حياة صلاح الدين، إذ أصبحت الوحدة الإسلامية التي بناها البطل نور الدين محمود معرضة للضياع، ولم يكن هناك من يملأ الفراغ الذي خلى بوفاته. فتقدم صلاح الدين ليكمل المسيرة ويقوي البناء ويعيد الوحدة، وكان هذا الطريق شاقا جدا لتحقيق الهدف وإعادة الأمل وبناء الوحدة الإسلامية. توفي نور الدين محمود وترك ولدا صغيرا لم يتجاوز 11 من عمره، فشب نزاع بين الأمراء على من يقوم بالوصاية على الأمير الصغير. وكان صلاح الدين في مصر يراقب ما يحدث في الشام عن كثب، ينتظر الفرصة المواتية لتوحيد الجبهة الإسلامية. ولم يطل انتظاره حتى جاءته دعوة من أمراء دمشق لتسلمها، فهب إليها على الفور وتسلم المدينة وقلعتها في سنة 570 هجري الموافق ل 1174 ميلادي، ثم اتجه إلى حمص فاستولى عليها، ثم عرج على حماة فضمها أيضا إلى دولته. وكان استيلاء صلاح الدين الأيوبي على حلب وما جورها خطوة هامة في بناء الوحدة الإسلامية المتحدة، والتي امتدت تحت زعامته من جبال طوروس شمالا إلى بلاد النوبة جنوبا. في أثناء الفترة التي عمل فيها صلاح الدين الأيوبي على إحياء الدولة الإسلامية المتحدة استعدادا لخطة الجهاد التي رسمها لطرد الصليبيين، ارتبط بعقد هدنة مع هؤلاء الصليبيين مدتها 4 سنوات، حيث أن أرناط حاكم الكرك بحماقته شاء أن لا يترك الصليبيين ينعمون بتلك الهدنة، حيث أقبل على عمل طائش ينقض الهدنة ويشعل الحرب. فاستولى على قافلة تجارية متجهة من مصر إلى دمشق، وأسر حاميتها ورجالها، وألقى بهم أسرى في حصن الكرك. فحاول صلاح الدين الأيوبي أن يتذرع بالصبر، فبعث إلى أرناط مقبحا فعله وهدده إذ لم يرد أموال القافلة ويطلق سراح الأسرى. وبدلا من أن يستجيب أرناط أساء الرد واغتر بقوته ورد على رسل صلاح الدين بقوله: قولوا لمحمد يخلصكم.
ولما حاول ملك بيت المقدس أن يتدارك الموقف أصر أرناط على رأيه، فلم يبقى أمام صلاح الدين الأيوبي سوى الحرب والقصاص. مقدمات معركة حطين. عبأ صلاح الدين قواه واستعد لمنازلة الصليبيين ومواجهتهم في الحرب الكبرى، والتي ظل يعد لها لمدة 10 سنوات منتظرا اليوم الموعود. لم تكن سياسة أرناط الرعناء سوى سببا ظاهريا لإشعال حماس صلاح الدين الأيوبي وإعلان الحرب على الصليبيين. غادرت قوات صلاح الدين التي تجمعت من مصر وحلب والجزيرة وديار بكر مدينة دمشق في المحرب سنة 583 هجري الموافق ل 1187 ميلادي، فاتجهت إلى حصن الكرك فحاصرته ودمرت زروعه، ثم اتجهت إلى الشوبك ففعلت به نفس الشيء، ثم قصدت بانياس بالقرب من طبرية لمراقبة الموقف. وفي أثناء ذلك تجمعت القوات الصليبية تحت قيادة ملك بيت المقدس في صفوريا، وانضمت إليها قوات ريموند الثالث ملك طرابلس ناقضا الهدنة التي كانت بينه وبين صلاح الدين، مفضلا نصرة قومه. على الرغم من الخصومة المتأججة بينه وبين ملك بيت المقدس، كان صلاح الدين الأيوبي يرغب في إجبار الصليبيين على المسير إليه ليلقاهم وهم متعبون في الوقت الذي يكون هو فيه مدخرا قواه وجهد رجاله، ولم يكن من وسيلة لتحقيق هذا سوى مهاجمة طبرية، حيث كانت تحتمي بقلعتها زوجة ريموند الثالث، فثارت ثائرة الصليبيين وعقدوا مجلسا لبحث الأمر، وافترق الحاضرون إلى فريقين، أحدهما يرى ضرورة الزحف إلى طبرية لضرب صلاح الدين، على حين يرى الفريق الآخر خطورة هذا العمل لصعوبة الطريق وقلة الماء، وكان يتزعم هذا الرأي ريموند الثالث الذي كانت زوجته تحت الحصار. لكن أرناط اتهم ريموند بالجبن والخوف من لقاء المسلمين، وحمل الملك الاقتناع بضرورة الزحف إلى طبرية. بدأت القوات الصليبية الزحف في ظروف بالغة الصعوبة، تلفح وجوهها حرارة الشمس وتعاني قلة الماء ووعورة الطريق الذي يبلغ طوله نحو 27 كيلومتر، في الوقت الذي كان ينعم فيه صلاح الدين وجيش المسلمين بالماء الوفير والظل المديد، مدخرين قواهم لساعة الفصل. وعندما سمع صلاح الدين بشروع العدو بالزحف، تقدم بجنده نحو حوالي 9 كيلومترات ورابط غربي طبرية عند قرية حطين. أدرك الصليبيون سطح جبل طبرية المشرف على حطين، وهي منطقة على شكل هضبة ترتفع على سطح البحر ب300 متر، ولها قمتان تشبهان القرنين، وهو ما جعل العرب يطلقون عليها اسم قرون حطين. وقد حرص صلاح الدين الأيوبي على أن يحول بين الصليبيين والوصول إلى الماء في الوقت الذي اشتد فيه ظمأهم، كما أشعل المسلمون النار في الأعشاب والأشواك التي تغطي الهضبة، وكانت الريح على الصليبيين فحملت حر النار والدخان إليهم، فقضوا ليلة سيئة يعانون العطش والإنهاك وهم يسمعون تكبيرات المسلمين وتهليلهم الذي يقطع سكون الليل ويهز أرجاء المكان ويثير الفزع في قلوبهم. وعندما أشرقت شمس يوم السبت، اكتشف الصليبيون أن صلاح الدين الأيوبي استغل ستر الليل ليضرب نطاقا حولهم، وبدأ جيش المسلمين بقيادة صلاح الدين هجومهم الكاسح، وعملت سيوفهم في الصليبيين فاختلت وتزعزعت صفوفهم، وحاولت البقية الباقية أن تحتمي بجبل حطين، فأحاط بهم المسلمون، وكلما تراجعوا إلى قمة الجبل شدد المسلمون عليهم، حتى بقي منهم ملك بيت المقدس ومعه 150 من الفرسان، فسيق إلى خيمة صلاح الدين الأيوبي ومعه أرناط صاحب حصن الكرك وغيره من أكابر الصليبيين، فاستقبلهم صلاح الدين أحسن استقبال وأمر لهم بالماء ولم يعطي أرناط، فلما شرب ملك بيت المقدس وأعطى ما تبقى منه لأرناط غضب صلاح الدين وقال: إن هذا الملعون لم يشرب الماء بإذني فينال أماني. ثم كلمه وذكره بجرائمه وذنوبه، ثم ضرب عنقه بالسيف وقال: كنت نذرت مرتين أن أقتله إن ظفرت به، إحداهما لما أراد المسير إلى مكة والمدينة، والأخرى لما نهب القافلة واستولى عليها غدرا. لم تكن هزيمة الصليبيين في معركة حطين هزيمة عادية،
بل كانت كارثة قد حلت بهم، حيث فقدوا خيرة فرسانهم وقتلت منهم أعداد هائلة، ووقع في الأسر مثلهم، حتى قيل إن من شاهد القتل قال ما هنالك أسير، وإن من عاين الأسرى قال ما هنالك قتيل. فشرع صلاح الدين يفتح البلدان والمدن والثغور الصليبية واحدة تلو الأخرى، حتى توج جهوده بفتح بيت المقدس، ولهذا الفتح العظيم حديث آخر.